ما سنثبته في هذا العرض عبارة عن مجموعة مباشرة من متوازيات الأضلاع، وسنقول عن الأول إذا كان لدينا متوازي الأضلاع ABCD دعونا نثبت أن الأضلاع المتقابلة لها نفس الطول، أي نثبت أن AB يساوي DC وأن AD يساوي BC. إذن دعوني أرسم قطرا هنا، سأرسم قطر، وهذا القطر اعتمادا على كيفية رؤيتنا له فإنه يقطع مجموعتين من الخطوط المتوازية، إذن يمكنكم أيضا اعتباره كمستقيم قاطع. في الواقع دعوني أرسم بطريقة متقنة أكثر من ذلك، يمكنني فعل شيء أفضل. لا، هذا ليس أفضل، هذا أفضل ما يمكنني فعله. فإذا نظرنا إلى DB، هذا القطر DB كخط قاطع للخطوط المتوازية AB وDC، أو إذا اعتبرته بهذه الطريقة فيمكنك أن ترى تلك الزاوية ABD، ستكون مطابقة. إذا الزاوية ABD وهي تلك الزاوية الموجودة هنا ستكون مطابقة للزاوية BDC لأنهما زوايا داخلية متبادلة. لدينا مستقيم قاطع، خطوط متوازية، إذا نعلم أن الزاوية ABD ستكون مطابقة للزاوية BDC، مطابقة للزاوية BDC. الآن يمكنكم أيضا اعتبار القطر DB، يمكنكم اعتباره كمستقيم قاطع لهذان الخطان المتوازيان للزوج الآخر من الخطوط المتوازية BC وAD. وإذا نظرتم إليه بهذه الطريقة سترون مباشرة أن الزاوية DBC، الزاوية DBC ستكون مطابقة، الزاوية DBC ستكون مطابقة للزاوية ADB لنفس السبب، أي أنهما زوايا داخلية متبادلة. للمستقيم الذي يقطع هذان الخطان المتوازيان، إذا يمكنني أن أكتب هذا، هذه الزوايا الداخلية المتبادلة تكون متطابقة عندما يكون لدينا مستقيم يقطع الخطان المتوازيان. ونرى أيضا أن كل من هذان المثلثان، أي المثلث ADB والمثلث CDB، كلاهما يتشاركان بهذا الضلع، إنه بكل وضوح مساويان لنفسه. الآن لما يعتبر هذا مفيدا؟ حسنا، ربما أنك تدرك أننا أوضحنا أن كل من هذه المثلثات لديها هذه الزاوية الوردية ولديها هذا الضلع المشترك، ثم أن لديها الزاوية الخضراء، الزاوية الوردية، ضلع مشترك، ثم الزاوية الخضراء. لقد أوضحنا من خلال تطابق زاوية وضلع وزاوية أن هذان المثلثان متطابقان. دعوني أكتب هذا. إذن أوضحنا أن المثلث، سأنتقل من الزاوية غير المسمى إلى الوردية، ADB مطابق للمثلث من الزاوية غير المسمى إلى الوردية إلى الخضراء CBD، وهذا من خلال تطابق زاوية وضلع وزاوية. إذن هذا من خلال تطابق زاوية وضلع وزاوية. حسناً، ماذا فعل هذا؟ حسناً، إذا كان مثلثان متطابقان بالتالي فإن جميع تماثلات المثلثين سيكونوا متطابقين. بشكل خاص الضلع DC يناظر الضلع BA، الضلع DC الذي يقع أسفل المثلث يمثل الضلع BA الموجود أعلى المثلث، إذن يجب أن يكونا متطابقان. إذن DC، حصلنا على DC سيكون مساوياً لBA، السبب لأنهما أضلاع متماثلة لمثلثات متطابقة.
أضلاع متماثلة لمثلثات متطابقة، إذا هذا سيكون مساويا لذلك باتباع نفس المنطق. AD يناظر CB، AD يناظر CB، AD يساوي CB لنفس السبب، أضلاع متماثلة للمثلثات المتطابقة، وانتهينا. لقد أثبتنا أن الأضلاع المتقابلة تكون متطابقة. الآن دعونا ننتقل للوجهة الأخرى. دعونا نفترض أن لدينا شكل رباعي ما، ونعلم أن الأضلاع المتقابلة تكون متطابقة. هل بإمكاننا أن نثبت أن هذا متوازي أضلاع؟ حسناً، إنه نفس الإثبات نوعاً ما. إذن دعونا نرسم قطر هنا. بما أننا نعرف عن المثلثات، إذن دعوني أرسم هكذا. هذا هو الجزء الأصعب، دعونا نرى، نرسم على هذا. جيد، حسناً، نعلم أن CB سيساوي نفسه، سأرسمه بهذا الشكل بكل وضوح لأن هذا نفس الخط. ثم لدينا شيئاً مثيراً للاهتمام، لقد قمنا بتقسيم هذا الشكل الرباعي إلى مثلثين، المثلث ACB والمثلث DBC، ولاحظوا أن فيهما جميع الأضلاع الثلاثة لهذان المثلثان متساوية. إذا نعلم أنهما متطابقان من خلال تطابق ضلع وضلع وضلع. نحن نعلم أن ذلك المثلث، سأبدأ من A ثم سأذهب إلى نصف الضلع. إذا ACB، ACB يطابق المثلث DBC، يطابق المثلث DBC، وذلك من خلال تطابق ضلع وضلع وضلع SSS. حسناً، ماذا فعل هذا؟ حسناً، هذا يوضح أن جميع الزوايا المتناظرة ستكون متطابقة. على سبيل المثال ABC، ABC الزاوية ABC، الزاوية ABC، يمكنك أن ترى ABC ستكون مطابقة لDCB، الزاوية DCB، ويمكنك أن تقول أن الزوايا المتناظرة للمثلثات المتطابقة تكون متطابقة. إنني أستخدم بعض الاختصارات هنا حتى أوفر بعض الوقت. إذن ABC ستكون مطابقة لDCB، إذن هاتان الزاويتان ستكونان متطابقتين. حسنا، هذا مثير للاهتمام لأنه لدينا هنا خط يتقاطع مع AB وCD، وقد رأينا بكل وضوح أن هذه يمكنها أن تكون زوايا متبادلة، زوايا داخلية متبادلة ومتطابقات. ولأن لدينا هاتان الزاويتان الداخليتان المتبادلتان، نعلم أن AB يجب أن يوازي CD، أي أن هذا يجب أن يوازي ذلك. نعلم أن AB موازياً لCD من خلال الزوايا الداخلية المتبادلة للمستقيمات التي تقطع الخطوط المتوازية. الآن يمكننا استخدام المنطق نفسه، ونعلم أيضاً أن الزاوية ACB، الزاوية ACB مطابقة للزاوية DBC، الزاوية DBC، ونعلم ذلك من خلال الزوايا المتبادلة، نعلم ذلك من خلال الزوايا المتبادلة المتطابقة في المثلثات المتطابقة. ما نقوله هنا هو أن هذه الزاوية تساوي تلك الزاوية،
حسنا، مرة أخرى هاتان يمكن أن تكونا زوايا داخلية متبادلة، يبدو أن هكذا، هذا مستقيم قاطع ويوجد هنا خطان، لسنا متأكدين إذا كانا متوازيان، لكن لأن الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة سنعرف أنهما متوازيان، إذا هذا موازيا لذلك. إذا نعلم أن AC يوازي BD من خلال الزوايا الداخلية المتبادلة، وانتهينا. ما فعلناه كان ممتعاً، لقد وضحنا أنه إذا كان لدينا متوازي أضلاع فتكون الأضلاع متقابلة، يكون للأضلاع المتقابلة نفس الطول، وإذا كان للأضلاع المتقابلة نفس الطول بالتالي يكون لدينا متوازي أضلاع، وقد أثبتنا هذا فعليا بكلا الاتجاهين، ولذلك يمكننا تكوين ما تسمونه بجملة شرطية، يمكن أن نقول إذا كانت الأضلاع المتقابلة في الشكل الرباعي الأضلاع متوازية، أو يمكن أن تقولوا الأضلاع المتقابلة في الشكل الرباعي تكون متوازية إذا وفقط إذا كانت أطوالها متساوية، ويمكنك أن تقول إذا وفقط إذا، فإذا كانت متوازية بالتالي يمكنك أن تقول أن أطوالها متساوية، وفقط إذا كانت أطوالها متساوية ستكون متوازية. لقد قمنا بإثبات ذلك بكلا الاتجاهين.